ولكن في نقطة أهم من موضوع الترسيم ويلي عم بيصر عليه اليوم المفاوض اللبناني وبي يعني بتشجيع وبضغط من حزب الله انه بدي نقب يعني انتم نحن ما طلعنا غاز انتم راح بدنا ننقب يعني المهم هو التنقيب وليس الترسيم بحد ذاته بدنا الهدف نحن نوصل لغاز يعني برايك اسهم ايجابا حزب الله بدخوله على هذا الخط والتهديد ورسم هذه المعادله الجديده بدنا نشوف ممكن خلينا نشوف كيف راح يصير مسار الامور اكيد انه هذا الضغط بمحل معين يعني سرع عملية التفاوض بين لبنان وإسرائيل ممكن كان الإسرائيلي أنه يستمر في المراوحة والمماطلة أكثر وأكثر اليوم حزب الله وضع نفسه ووضع إسرائيل أمام استحقاق بشهر أيلول إما أنه يجري الاتفاق على الترسيم والتنقيب وإما أنه سيكون هناك إجراءات معينة عسكرية وأمنية برأيك يعني ممكن احتمال التصعيد وارد؟ أكيد وارد مش قصة وارد يعني في قرار لدى حزب الله بأنه إذا الإسرائيلي بده يطلع غاز بده يتعرض لضربة عسكرية في قرار عند حزب الله حتى لو أدى إلى ما أدى إليه واليوم شو رح يكون مواقف الدولة اللبنانية بهذا الموضوع؟ وين الدولة اللبنانية؟ اي دولة يعني قصدي رح تكون اليوم لانه اي دولة اي دولة حزب الله هو الدولة ايه بس اليوم البعض بيقول انه كمان هذا ورقة قوة انه انت اليوم ليش بدك تسمح لهم اليوم يطلعوا غاز ونفط وانت ممنوع انا مش عم هاجم مش عم هاجم موقف حزب الله انا عم وصف موقف حزب الله وهو اساسا حزب الله ليس بحاجة انه حدا يوصف لانه هو عم يحكي بكل وضوح وبكل صراحة عظيم رح ياخذ فاصل استاذ جورج بعد الفاصل رح نفتح موضوع الاستحقاق الرئاسي يعني اليوم اللي عم تربط فيه مساله ايضا انتظار الخارج وانتظار الاتفاق النووي الايراني لشوفوا الشباب هون شو بدهم يعملوا على اساسه يعني كل واحد مع محور اللي محور السعوديه وامريكا بينطر كمان شو بده يعمل واللي مع الايراني ومحور ايران حديثنا انه ممكن رئيس الجمهوريه ما يغادر قصر بعبده هذا الشيء لنفوت نفتح موضوع الاستحقاق الرئاسي اليوم قديش واقع وعلى شو بيستند هذا الموضوع بيستند على طبيعة وشخصية الرئيس ميشيل عون أم بيستند على وضعية اليوم التيار الوطني الحر وورقة القوة الوحيدة اللي بقيت له يعني ليأسس للمرحلة المقبلة أو ليكون لاعب أساس سواء باختيار رئيس الجمهورية أو ليش لا ليرجع يعوم حظوظ الوزير جبران باسيل على هذا التلويح من التيار الوطني الحر هو جاي له أسبابه يعني بيعتبر التيار أنه نحن من سنة 2019 ل 2022 كنا دائماً عم نتواجه بأنه هذا المجلس مجلس النواب هو غير شرعي ولا يمثل وكان عم بيصير فيه حركات احتجاجية الحراك يعني بالشارع والثورة ضد هذا المجلس طب وكان كان التيار عنده أكبر كتلة نيابية اليوم صار في انتخابات جديدة والتيار رجع أخذ كتلة كمان كتلة مسيحية كبيرة صحيح. وبالتالي اليوم عم تعمل معه أنت عم تحمله كل المسؤوليات وبالتالي عم تطلعه خارج اللعبة على أبواب استحقاق رئاسي بدون ما تعطيه أي شيء وهن متمسكين بأنه يكون في حكومة يكونوا هن لهم فيها كلمة أساسية في لإدارة المرحلة المقبلة في حال الفراغ الرئاسي بيعتبروا أنه هذا حق لهم بس نحن ومعتبرين أنه الحكومة المستقلة تمسك الحكومة المستقلة بتسلم مهام رئاسة الجمهورية في حال الفراغ هو هرطقة وفوضى تؤدي إلى فوضى دستورية وبالتالي بالفوضى الدستورية كل شيء بيصير مباح دستوريا هذه أنا برأيي هي في إطار الضغط على الرئيس مئاتي وحلفاء الرئيس مئاتي من أجل الإسراع في إيجاد قواسم مشتركة ليعملوا حكومة بالحد الأدنى تدير المرحلة المقبلة طبعا هذا الموضوع فيه صعوبات يعني منه بسيط
وبالتالي التيار الوطني الحر ليس اللاعب الوحيد على الساحة اللبنانية، وليس يعني القوة الوحيدة التي هي تكرر مسألة بهذه الخطورة، بهذه الخطورة وبهذا الحجم. وبالتالي في ضوابط بهذه الأمور مثل ما في ضوابط بغيرها. ما بعرف قديش قادر التيار يروح بعيد بهذا التهديد صراحة. بلش العرس الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية.